معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا مولانا؟ أهلا حياك الله. أنت تقول زيارة الحسين والطواف حول قبره لها أجر عظيم. نعم. وهو في الدين الإسلامي هذا شرك وكفر. شرك لماذا؟ ألا تطوفون حول الكعبة؟ الكعبة الله أمرنا أن نطوف حول الكعبة وهي فاضية. وأنا أقول لك الله أمرنا أن نطوف حولها. أنا تقلها في نفسك تقارن الكعبة بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين. كيف تقارنها؟ الله أمرني وأمرك وأمر جميع المسلمين وأمر حتى الحسين نفسه أن نطوف حول الكعبة، ولكنه حرم التبرك بالقبور والتبرك بالأولياء ودعاء الميتين. أنت تدعو ميت، تدعو ميت، كيف لك أن تدعو ميت بأن يشفي؟ وأنت ألا تدعو تقول يا الله؟ ولكن الله حي لا يموت. أنت تطوف حول الكعبة وتقول يا الله، قلت لك لماذا تطوف وتقول يا الله وهي حجر؟ نحن لا ندعو الكعبة، نحن ندعو رب الكعبة، وأنتم تدعون الحسين. يا حسين اشفنا، يا حسين ارزقنا، يا حسين اعطينا، يا حسين يا حسين. والحسين لا يملك لكم ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، كل دينكم قائم على الحسين، والحسين بريء منكم ومن كذبكم وافتراءكم ودجلكم. أن هذا شرك؟ نعم والله إنه شرك أكبر. ليس شرك، يجب عليكم أن تقدسوا آل البيت أحياء وميتين وتطوفون حولهم أحياء وميتون غصبا عنك، هذا هو الإسلام. طوف حوله أنت، أنا لا ترغمني بأن أعبد ميت ولا أن أدعو ميت. موجود الحسين، هو موجود بكينونيته، هو موجود الإمام علي، موجود بكينونيته، هم أحياء أموات.